هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل بالنسبة لتدريس الرجل الأعمى للبنات، هل يستقيم الدليل في ذلك وهل في ذلك إباحة؟ هذا إنما كان في أول الأمر لما فتحت مدارس البنات ولم يكن هناك عدد من المدرسات، احتاجوا إلى أن الأعمى يدرس. أما الآن والحمد لله وقد كثر المتعلمات والمدرسات ويطلبن العمل الآن، لا حاجة إلى أن يدرس الأعمى للبنات. نعم.